الأولاد قالوا لي سأولك مقابلة، شو سألك فيها؟ يا ريت. شو بدك تعرفي راجيني؟ سأليني بوضوح. تفضلي بقى، وين كنتي بعد المقابلة؟ ما شفتك. شو القصة؟ شو عم يصير؟ احكوا خبروني. ما بدك تجاوبيني؟ شو يعني متفقين تساوي جو ترامو؟ ناقصني غموض بالبيت أنا؟ وحاس كل واحدة فيكن عم تحاول تخبي شي عني. الشاطر يلي عم يضل ساكت أكتر. شو القصة هلأ؟ احكوا يلا. بصراحة نيل، بدنا نقلك شغلة كتير مهمة. هات لشوف، عم بسمعك. بالحقيقة نيفيديتا عندها تسجيل صوتي عنكن، بيحكي إنه أنت وراجيني وافقتوا إنكن تساووا عقد زواج مؤقت. طيب إمتى وشلون جابت هذا التسجيل الصوتي؟ نيل، القصة أنها سجلت وقت اللي كنا كلياتنا بعجقة العرس، وقت اللي إجتني فيديتا بسرعة على الغرفة الثانية لتحكي معها. بهديك اللحظة كانت عم بتسجل من دون ما تحس كل شي حكيت لها إياه، وطبيعي وقتها ما تنتبه لهيك شي. لك شو هالمسخرة؟ فكرت بني آدمة لهون وصلت معها؟ كانت عم تمثل إنها بتحبني؟ معقول ما يكتشف لعيبة؟ لهالدرجة أطلع غبي يعني؟ لا تستغرب شي، كله بيكذب باسم الحب. إذا فيديتا شغلت المقطع وسمعوا التسجيل كل شي بيخرب بوقتها. راجيني مع حق، لأنه هي كانت رح تشغل التسجيل وقت المقابلة اليوم، بس أنا لقيت طريقة لزبط الوضع. بحكي لكم التفاصيل بعدين. المهم اليوم سويت حيلة خلتها ما تقدر تقدم التسجيل قدام المحققين، بس بكرة أكيد رح تاخد التسجيل معه وتقدمه، لأنه من حكي معه مبين أنه هاي المخلوقة مو ناوية على خير. يا ربي لازم نساوي شي صح. بام، لا تخبروا الأولاد لأنه رح تكون الصدمة كبيرة. رح نسمع شوية موسيقى. بالنسبة إلي الموسيقى أكتر شي بيهديني. بكل الأحوال سواء كنت فاقد الأمل أو حزينة بسمع موسيقى وبرتاح. الأولاد ناموا؟ أي كانوا كتير تعبانين كلهم. وإنتي نامي، بكرة رح يكون نهار صعب. ما رح نام، نحن الاثنين منعرف شو رح تكون النتيجة. بس انتي لازم تهتمي بالولاد كمان. نعشقت، قلتك ما في طريقة تانية ما يخيب أمل الولاد فيها. خلينا نشوف شو رح يصير بكرة. ليش مانك قدران تشوف الحل الواضح؟ ولا انت لساتك متردد تختار الطريق؟ يا راجيني قديشني ضايع. أنا بعرفك منيح، يعني أنت مرتاح هيك؟ على القليل اسألني شي مرة. دائماً بتقرر كل شي لحالك. ما أنا عارفان شو ساوي، بس حاسس رح أختنع. حاسس لازم ضل أصرخ وحيط حتى يخلص صوتي، حتى غيب عن كل المصايب يلي حولي، حتى ما عاد فكر بأي شي. ما بدي فكر بشي أبداً، حاجتي تفكير. الأولاد رح يحملوا حالهم مسؤولية كبيرة، بس كرمال يشوفونا مع بعض. آخ لو تتخلى عن غرورك شوي، ساعتها رح يكون في فرصة حتى نكون مع بعضنا على طول. شو صار؟ ليش اتصلت فيني؟ ايه طول بالك شوي وخدنا بحلمك. وين هذا رفيقك؟ شو كان اسمه؟ ايه شكنيش وينه؟ لأنه ما ضل عنا صبر. شو صار لك؟ حاكيه دقله سأله إذا جاي لهون أو لا، وخليني أحكي معه. شبه شو صار لك يا ابن الحلال؟ مو المفروض يجي لهون؟ دقله. هذا أعرف، رد عليه اسأله وينه هو. رح أفتح سبيكر. مرحبا أعرف، خبرني وينك. احكي.
رحت لعند رفقاتي اللي إلهم علاقة بالشغلة تبع المصاري، عرفتهم ما؟ الشباب عم يسألوا عنك. شو قررت؟ دبرت المصاري؟ عطيني العنوان تبعكم منشان اجي وجيب المصاري، ولا قلك انا متذكر العنوان منيح، جاي فورا. دكتور امان انت جاهز للاسئله؟ ايه. مو طبيعي هالانسان قديش غبي، ان شاء الله ما يخرب لي كل شيء. هلا بتشوفوا شو رح ساوي. يلا نبلش لو سمحتوا. اليوم رح تعدوا بغرفتين منفصلات عن بعضهم. على كل حال الأسئلة اللي رح نسألها اليوم أكثر من أسئلة المرات الماضية. لحظة مدام باسو، أنا بدي أعرف هلأ كيف المسؤولين رح يعرفوا شو سألتي وشو جاوبنا وشو صار بكل مصداقية بالغرفة. قصدي أنه في احتمال أنك تكتبي شي غلط أو تسلمي تقرير مزور. لا تاكل هم دكتور، رح نسجل أي شي بينسأل جوا، وقبل ما يتخذوا أي قرار رح يسمعوا التسجيل. في استفسارات تانية؟ ممتاز. دكتور أمان حضرتك يلي رح تساوي المقابلة مع المدام راجيني خانة. بس نحن قررنا شي تاني ما؟ دكتور أمان نحن أصلاً متأخرين، فخلينا ما نضيع وقت أكتر. روحوا كل واحد فيكن يقعد بالغرفة الخاصة فيه ولاحقينكن. شرف نيل، هي آخر فرصة لألك، تقبل أخطائك ورجع لي. أنا جاهزة سامحك، بس لازم تفهم هالشي مزبوط. إذا بدك تضل هيك معنت، ما حدا رح يقدر ينقذك مني أبداً. عقلك براسك وبتعرف خلاصك نيل. هالحكي جزء من الاستجواب؟ خلاص بقى نيل، مالي رايقة للمزح تبعك هلأ. ليش ما عم تقدر تاخد أي شي بشكل جدي؟ أنت غلطانة نيفيديتا، ما في حدا حيكون جدي مثلي معي. تعرفي شو نيفيديتا؟ أنا بس مستني يخلص هذا التحقيق، وشو ما كانت النتيجة أنا رح علمك درس، وهذا الدرس ما رح تنسيه بحياتك، بوعدك. يا الله نيل، عن جد رعبتني. شوف ليك كيف عم برجف، أنا كتير قلقانة هلأ ومرعوبة. بتعرف إنه راجيني كان معها حق لما قالت إنك مغرور ومتكبر؟ ما بتتخيل قديش أنا مبسوطة لأنها تركتك. حرام يخطيتها، ما حدا بيعرف قديش ضاقت منك وتحملت. نيفيديتا، إذا خلصتي من هالكلام الفاضي فينا نبلش التحقيق؟ أو رح اشتكي عنك للمسؤولين وخبرهم عن كل الشغلات يلي عم بتقوليها هلأ. وحياتك رح تندم كتير، وحياتك. شبك راجيني؟ ليش هيك متلبكة؟ ليكي شوفي، منيح انه صار هذا الشيء. شوفي الدكتور نيل بيعرف كل الأسئلة وبيعرفها كلها. أنا كنت قلقان كثير عليكي، بس هلأ المشكلة انحلت. كمان أنا رح أسألكن أنتو اتنين، لهيك استرخي استرخي شوي. لا، لأنه بصراحة في مشكلة أكبر بكتير وما لها حل. أي مشكلة؟ دكتور نيفيديتا عندها تسجيل صوتي لنشأت، عم بيقول فيه أنه زواجنا عقد زواج مؤقت. بس انتي كيف عرفتي هذا الشيء؟ بام هي اللي حكت لي عن الموضوع، هي بتعرف عن الشريط المسجل بالأساس. بس نيفيديتا ما خبرتني شيء عن هذا الموضوع. لأنه هي ذكية كتير، ببساطة ما كان بدها تخسر التسجيل بأي ثمن، يمكن لهيك ما خبرت حدا عنه حتى انت. وطيب شو لازم نساوي؟ قولي لي إذا في لسه أسئلة وأنا رح قلك كل شيء بالتفصيل اليوم. مو ضروري نيل، انت حكيت كل يلي بدك يا. على فكرة عجبتني ها؟ جاي ومحضر حالك مزبوط، بس لا تغلط وتفكر انه الطابة بملعبك، لانه لسه ما بلشنا لعب. وبتعرف شو؟ محضرت لك مفاجأة كتير رح تعجبك. هذا كيف قدر يجاوب على كل الأسئلة صح؟ انا بورجيك يا نيل. مبروك إلكن، هالمرة اتنيناتكن جاوبتوا على الأسئلة صح، الخمس أسئلة صح. طيب خلونا نكمل لنشوف. لا أنسى نيفيديتا، لو سمحتي خليهم يرتاحوا 10 دقايق. شبكي بام، تعالي عدي.
ما بني شي مكيفة والله. أركي متوترة ومشغول بالي شو عم بيصير جوا هلأ بالمقابلة. هاي الحية أكيد فوتت مع التسجيل، وأنا واثقة أنها رح تشغله، هي كانت عم تستنى هاي الفرصة من زمان. بام، نحنا ما فينا نغير المستقبل، صدقيني ما فينا نغيره، ما في فايدة من التوتر، لهيك خلينا نتأمل خير. عمتي بام، بدي أحكي معك. أنت شو عم تسوي هون؟ عود أحكي لنا عود. عمتي، أنا كان المفروض أحكي هالشي مع ماما وبابا، بس هني أصلاً مو ناقصين ومتوترين. شبك رمبير؟ قلقتني، احكي لي شو في. ليكي بالحقيقة أراف عطى شخص 3 ملايين روبية على أساس هالشخص يشتغله بالمصاري فترة ويرجع له إياهم دبل. 3 ملايين؟ إيه. هو من وين لوين ليجيب كل هالمصاري؟ ما بعرف، ما عندي علم. شلون أنت ما بتعرف؟ شو يعني معولكم سارون؟ مستحيل هذا الكلام، يعني مين رح يكون هذا المحتال؟ تماماً عمو أركي، عطاهم لواحد محتال. عمتي، لازم نساوي شي بأسرع وقت. وإذا هرب هالمحتال بالمصاري ما بدنا ندور عليه؟ لازم نلاقيه، صح. ليش لسه ما أجا هو والتسجيل؟ لازم أخلص من هالقصة هاي اليوم، صار لازم خلص المقابلة. إلا إذا أجا وجاب معه التسجيل. مدام خانة؟ في تقرير بيقول إنه إيدك مكسورة، فيني أعرف كيف صارت هاي الإصابة معك فجأة؟ يا ريت تحكي لنا كل القصة إذا بتريدي. ببساطة كنا كلياتنا مجتمعين باحتفال، وابني كان عم بيحاول يكسر الفخارة ووقع، وأنا انصبت لما كنت عم حاول أحمي. طيب وزوجك وين كان؟ دكتور نيل بوقتها؟ هو كان جنبي. آه، وأنتي بس يلي اندفعتي حتى تنقذي ابنك من الوقعة؟ أي بس أنا قديش كسرت شهمة؟ مدام خانة، ليش حاسة إنك عم تكذبي علينا؟ ليش حتى أكذب؟ يا ستي، أنتي ما انصبتي بسبب ابنك أبداً، إصابتك سببها زوجك الدكتور نيل. احتمال تكونوا أنتوا الاثنين اتخانقتوا بغرفة النوم أو بالصالون مثلاً، وهو عصب وحاول يمد إيده عليكي، بس أنتي هلأ عم تكذبي مشان تخفي علينا الحقيقة. لو سمحتي لا تألفي قصص. حاجة بقى تتبليني وتحكي قصص من عندك. وليش بقى لحتى ألف قصص؟ أنتي كذابة. أنا بس مستغربة، يعني كنتي مع كتير ناس وقت الاحتفال، والمفروض يكونوا شافوا ابنك عم يوقع. طيب ليش ما حدا غيرك حاول ينقذه وقتها؟ ليش أنتي بس؟ لا، قصدي شو قصدك؟ ما كان في حدا؟ لا، في. أنتي عم تكذبي مدام خانة، وهي حقيقة علاقتكم كلها. الحقيقة نيل ممكن يساوي أي شيء وقت يعصب، يمكن أنتوا الاثنين اتخانقتوا وهو كان بده يسيطر وكان عم يحاول يغلبك، وأنتي كنتي عم تحاولي تنقذيه مرة تانية، ما هيك؟ جاوبيني مدام خانة. لا أبداً، زوجي بحياته كلها ما فكر يضربني. اهدي اهدي شوي، خليني أنا أحكي. ليكي ما في داعي إنه تخافي من أي حدا أبداً، فيك تخبرينا الحقيقة كلها. على كل حال، أنت بتعتقدي إنه جوزك السيد نيل خانة هو شخص مسؤول؟ طبعاً. طيب إذا كان شخص مسؤول، كان من المفروض يحمي ابنك هداك اليوم، ما؟ ما بعرف دكتور، يمكن ما انتبه لوقتها. وأنت انتبهتي له؟ إيه؟ الحقيقة مدام خانة جوزك مانو شخص مسؤول أبداً، وما عم يعمل أي شيء منيح كرمال علاقتكم. فجأة تركك وما تطلع لورا لمدة 15 سنة، وقت اللي رجع لعندك كان عنيف معك. وقت اللي عرف إنه ما حترجع له ممتلكاته بدون دعمك، بلش يتظاهر إنه هو إنسان نبيل. بالحقيقة هو شخص أناني كتير وعم يستغلك لغاياته. القصة صارت واضحة مثل عين الشمس. أنت إنسان غير مسؤول إطلاقاً، لأنه هيك تصرفات ما بتنم عن شخص طبيعي أبداً. شو هالكلام الفاضي اللي عم تقوله؟ أنت ما عندك أدب أو ما علموك يا لسه. أنت عم تتهم مرتي هلأ بدون ما تعرف أي شيء. سأل رفيتك دكتور، هي بتعرف منيح نيفيديتا باسا، وسألها يلا تكتشف إنه هي هيك. دكتور نيل، نحن هون لنحقق معك هلأ، لهيك بتمنى منك لو سمحت تحترم حالك وتحكي بأدبك. من فضلكم، هزبوا ألفاظكم. مو معقول هيك، ليش ما عم تكمل الفرحة بيناتهم؟ نيتشي، شبك؟ شبك بشو عم تفكري؟ نيتشي، شبكي
شو صار؟ أنا فهمانة عليكي، لا تخافي، بعرف إنك عم تفكري إذا المقابلة عم تمرق منيح، بس أنا واثقة فيهم تماماً، المقابلة رح تكون أكثر من ممتازة. إيه، وأنا كمان حاسس إنه النتائج رح تكون منيحة، فلا تخافي. هلا كل شيء ترتب، إيه؟ لا تخافي، خلينا نستنى أمك وأبوكي ونحن متأملين خير، أوكي؟ أنا ما لازم خبي الحقيقة عنهم، بس ما بعرف كيف رح تكون ردة فعلهم إذا عرفوا. لازم قلهم على كل شيء بلا ما يدروا من ماما وبابا. نيتشي؟ نيتشي؟ يا شباب، أنا بدي قلكن على شيء، بس وعدوني تضلوا قوايا وما تخافوا وما لازم نتوتر. شو صار؟ شو القصة قليلنا؟ بالحقيقة أنا سمعت ماما وبابا عم يحكوا مع عمتي، ومن حكيهم شكله نيفيديتا عندها تسجيل صوتي، وفي بابا عم يعترف إنه الزواج اللي بيناتهم هو عقد زواج مؤقت، وإذا قدمت هالتسجيل قدام الكل ساعتها ما بتوقع ماما وبابا رح ينفذوا بالمرة. بس كيف ممكن يصير هالشي؟ شو الحل هلأ؟ ما بنعرف، بدنا نستنى ليرجعوا ونسأل. أعرف؟ ليش عم يتصل فيني مرة تانية؟ ايه أعرف، شو صار؟ مرحبا جقنيش، اسمع علي منيح، لا تجي لهون، هدول طلعوا نصابين وكذابين وانا كشفتهم على حقيقتهم كلها. خير أعرف، خبرني شو اللي صار معك؟ انت بس اسمع مني هلا، لا تجي لهون، هدول حتى مصاري ما رح يرجعوا لي اياهم، ونصبوا علي بطريقة بشعة وما بدي اياك تخبر حدا بهالشيء. انا رح ادبر حالي وشوف كيف فيني حصل مصرياتي، روح بحاكيك بعدين. هدول الزعران نصبوا على أعرف، لازم خبر رامبير بسرعة. كيف صار هالشي؟ كيف نيل وراجيني جاوبوا على كل الأسئلة بهالشكل الممتاز هاد؟ وانقلبت كل القصص لمصلحتهم. أنا لازم ساوي شي، يوم بعد يوم عم يصيروا أقوى مني بكتير. معقول يكون في حدا عم يساعدهم من وراي؟ شبك صافني فيني هيك؟ كنت بس عم فكر انه شو اللي خلى فجأة كل شي يصير ممتاز بالنسبة لنيل وراجيني. دكتور أمان، فجأة كل شي صار لمصلحتهم؟ مين السبب بهذا الشي يا ترى؟ أنسي باس، وهي المقابلة أشبه بامتحان لحالة، إذا هنن اثنين عطوا إجابات صحيحة أكيد لازم ياخدوا علامات. الطالب ما بيجاوب إجابات صحيحة إلا إذا عرف شو الأسئلة. قصدك؟ عفكرة أنت الآن زيادة عن اللزوم، نحن ما لنا بمدرسة أو جامعة لحتى تتسرب الأسئلة، هي اسمها مقابلة. قهوة؟ لا شكراً. وين المحامية باسو؟ والله عندها أدلة قوية ضد الدكتور نيل وزوجته، وعم تحاصرهم منيح، المفروض تكون هون بأي وقت، عم نستناها. راجيني لا يخيب أملك، نحن سوينا كل اللي بنقدر عليه، حتى أولادنا مبسوطين إنه جبنا علامات كاملة بالمقابلة. طول بالك وشوف، فرحتك ما رح تكمل، بس تكتشف المفاجأة يلي مخبيت لك ياها، وقتها رح شوف ضحكتك. ما بظن إنه بام خبرتك بهالمفاجأة وإلا ما كنت قاعد بكل هالثقة هلأ، ومفكر حالك إنك خلصت من نيفيديتا باسو. أسفة على التأخير، بصراحة عندي دليل رح يكشف الحقيقة، هالقضية رح تنتهي وتتسكر هون، وحضرتك فيك ترجع على بلدك فوراً بعد ما تشوف الدليل، لعند أهلك وأحبابك كمان. شو هالدليل؟ هذا مقطع صوتي، رح تعرفوا الحقيقة وقت تسمعوا. وليش ما عرضتي من قبل؟ بصراحة يلي صار بعدته للمختبر الجنائي مشان أخذ الموافقة، يعني كنت عم بنتظر التقرير وهلأ لو وصل. تفضلي التقرير. وكمان هاي الفلاشة فيك تسمعه إذا بدك. وشو مضمونه هالمقطع؟ السيد نيل اعترف بالحقيقة وعن علاقته بالسيدة باتيل، وهو قبلان بوضعه، اعترف إنه اللي بينه وبينه عقد زواج مؤقت، وهن مو متزوجين بشكل فعلي، ما في بيناتهم هالعلاقة هي، يعني
كل الشكوك حواليهم بهالقضية صحيحة تماماً. كانوا عم يمثلوا علينا كل الوقت، كذبوا علينا وضيعوا لنا وقتنا على الفاضي. عنا علم أكيد بطبع السيد نيل الصعب، بزماناته تطاول ومد إيده على السيدة باتيل وهلأ عاد الشغلة لهيك إيده منصابة. وطبعاً لنفس السبب السيدة باتيل طلقته من 18 سنة. هنن بيكرهوا بعض كتير مو شوي، عاملين حالهم بيحبوا بعض لأنه ما عندهم خيار. هاي الطريقة الوحيدة اللي بتخلي السيد نيل يسترجع أملاكه اللي خسرها. سيدة راجيني أم أكيد ما بدها مستقبل أولادها وأحفادها يتدمر بسبب قصتها مع الدكتور نيل ومشاكلهم، مشان هيك عم تدعم السيد نيل وعم يستمروا بتمثيليتهم. فيك تسمع التسجيل؟ أنا آسف. شو هذا يا آنسة باسو؟ أنا آسفة، ما بعرف كيف صار سوء هالتفاهم هاد، بتوقع غلط، على الأغلب غلط أو في حدا بدله أكيد. طب وين المقطع اللي حكيتي عنه؟ هو موجود عندي، أكيد عندي، أنا ما بعرف وين راح، في غلط، أنا كتير بعتذر منكم. يعني إذا كان عندك التسجيل طيب وينه؟ وينه؟ ما بعرف دكتور أمان، قلت لك قبل في سوء تفاهم، في حدا غيره أو شاله من شنطتي، أنا متأكدة من هالشي. أنا بعرف هذا نيل اللي عمل هيك، أنت اللي عملت كل هاد، أنت اللي أخذت الفلاشة من شنطتي، ما هيك احكي. أنت عم تقولي شغلات غريبة يا أنسي باسو. بالمناسبة أنا كنت هون من الصباح وحضرتك عم تتهمين اتهامات مو صحيحة أبدا. أنت شو يعني ما بيصير هيك؟ شو عم تحاولي تعملي؟ أنت عن جد بدك طبيب نفسي يعالجك؟ نيل احترم حالك وخلاص. شو هالألفاظ؟ نحن عن جد آسفين على اللي صار. شكرا. بوعدك رح تدفع الثمن غالي ورح تندم يا نيل، يلي صار اليوم ما رح يمرق على خير أبدا. أكيد أنت ما خبرت أمك وأبوك ما؟ لا، بابا كان مشغول بالمقابلة فقلت لحالي مو ناقصه لبكي أكتر من هيك. برافو عليك، مخبرهم بعد ما يطلعوا. إيه بس نحنا بالأول لازم نعرف شو رح يصير معهم بالمقابلة. شو صار معكم؟ طمنونا، خلصت المقابلة ولا لسه؟ شو؟ ايه بام، خلصت كلها، بس مو بالنسبة إلنا، بالنسبة لنفيديتا. شلون يعني؟ قصدي يعني انه نحن عملنا يلي علينا وزيادة ونجحنا كمان بالتحقيق، العلامة الكاملة أخذنا. بالله عن جد؟ بس بقي عنا مقابلة واحدة. ألف مبروك بابا، مبروك ماما، أقام وسوهاني رح يفرحوا بس يعرفوا. إيه بس شو مشان المقطع الصوتي؟ يفترض أنه نيفيديتا جابته معك كدليل ضدكم، ما هيك؟ إيه، هي شغلت المقطع، كانت واثقة كتير من أنه التسجيل رح يفيدها وأنه خلاص قدرت علينا، بس ما رح تصدقوا المقطع اشتغل بس ما كان في أي شيء. شو هالحكي؟ مقطع صوتي؟ عن شو أنتوا عم تحكوا بالضبط؟ ما فهمت. إيه ليك؟ نيفيديتا عندها تسجيل صوت موجود فيه اعتراف لنيل انه زواجه من راجيني كان مجرد زواج مؤقت مو اكتر. ليك ايه بس حي نيل، يعني بام معها حق، كيف بتفوت هالقصة لنيفيديتا مع انه هي ذكية كتير؟ ايه هي بتعرفوه وحية وكانت كتير واثقة من موضوع التسجيل. ها معقول في حدا غير التسجيل؟ بس مين بده يكون يا ربي؟ انا. من وقت ما راجيني خبرتني عن قصة تسجيل الصوت وأنا عم فكر شو بدنا نعمل لحتى نسترجعه، وأنا لقيت الفرصة وقت اللي رحت أنا وياها نشرب قهوة. أنت ليش عم تلوميني؟ أنت كمان عملتي مقابلة مع الدكتور نيل، عطيتيه العلامة التامة، وهذا الشيء خلاك متورطة كمان. دكتور أمان، أنا ما بعرف ليش عمل هيك، بس أنا شاكة أنك ساعدتهم من قبل وعطيتهم الأسئلة، خليتهم يتجهزوا ويتحضروا للمقابلة، لهيك أجوا كان عندهم فكرة عن الموضوع، وإلا من سابع المستحيلات تكون أجوا بتنيل كلياتها هيك. صح بالله عن جد. طيب انت ما رح تبطلي هالمؤامراتيه تبعك؟ يعني انا صادق مع حالي وماني مضطر اشرح اي شيء لحدا. وليكي بالمناسبه انا جاهز خبر الامريكان عن مؤامراتك، وفيني ببساطه مطلقه ارفع تقرير بعلاقتك مع نيل. تخيلي اني انا اعمل هيك، وقتها ما رح يبعثوا لك لجنه تحقيق؟ لا دكتور امان، دكتور امان انا اسفه كثير، ما كان لازم احكي معك هيك، انا عن جد اسفه. وفوق كل هذا يا دكتور امان، هذا مو وقته هلا، هذا وقت لنكشف فيه الحقيقة وبس. عندي دليل رح يكشف الحقيقة، لهيك رح تشوف بعينك بس طالع الدليل، ورح يكون الضربة القاضية لعلاقتهم،
وهيك القضية رح تتسكر لحالها. أو هذا شيء عظيم عظيم كثير منيح، بس شو هو هذا الدليل اللي عندك بالله؟ ما فيك تطول بالك دكتور؟ ايه طبعا. ايه روق ورح تشوف هذا الدليل، رح تشوفه عن قريب. أنا كثير متشوق. ايه وأنا كمان. عن إذنك بدي روح شوي على الحمام. تفضلي. طالما حكت عن تسجيل الصوت هلا معناتها أكيد الفلاشة معه هون. وصرتوا تعرفوا اللي صار بعدين يا جماعة، شفتوه بعينكم بالمقابلة. شكرا دكتور أمان، حلت لنا مشكلة كبيرة كتير. أنا ما بعرف كيف بدي كافيك على اللي عملته معنا. ولو دكتور نيل، أنا ما عملت كل هذا الشيء لأني ناطر مقابل منكم. لا دكتور أمان، أنا ما قصدي إنه رد لك معروفك بالوقت الحالي أبدا. إذا واجهتك أي مشكلة أو أي حالة مستعصية عندك بالمشفى أنا مستعد. أنت بس عمل لي التليفون ورح يجي، وبدون أي أتعاب كمان، بوعدك بهذا الشيء. عن جد هذا مزواك، شكرا كثير. شكرا مرة تانية. شو صار حبيبي؟ كله منيح مو هيك؟ لا ما في شيء. يلا قوم نروح على البيت، لازم نخبر هالأخبار الحلوة للأولاد. ايه روحوا انتو، انا بخلصوا بالحق. طيب لا تتأخر. ايش جنيش؟ رامبير صار عنا مشكلة كبيرة. عرفت شي عن آراف؟ ما عرفت اي شي عن آراف، بس عرفت شغلة مهمة. هدول الجماعة اللي وعدوا آراف انه يدوبلوا له المصاري ضحكوا عليه وغدروا فيه. لا ومو بس هيك، ما رجعوا له المبلغ واكلوا عليه. كان قلبي حاسسني. جنيش ما فينا نضل ساكتين، لازم نلاقيه قبل ما يغلط بزيادة، لازم نمنعه عن هالشي ونوقفه عند حده. إذا آراف بيغلط غلطة صغيرة معهم أكيد ما رح يترددوا ورح يقتلوه. هدول الناس خطرين وما فيك تلعب معهم، بيجوز تروح فيها. حاولت تحاكيه على التليفون؟ سألته شي طيب؟ حاولت كتير بس ما عم يرد على مكالماتي. رامبير عندي فكرة، أنا بعرف المكان، رحت له مرة أنا وآراف، خلينا نروح لهنيك ونشوف إذا منلاقيه. طيب أنت سبقني وبعت لي رسالة بالعنوان فورا، وأنا رح شوف مين بجيب معي، خبرني إذا استجد شي معك. أوكي؟ بابا؟ منعرف شو صار هنيك؟ كل شي انتهى، شو رح نعمل هلأ؟ كيف عرفتوا بهالشي؟ عرفنا وخلص، أكيد بتكون الست نيفيديتا شغل التسجيل الصوت هنيك، وهيك منكون خسرنا القضية. كيف عرفتوا عن قصة تسجيل الصوت؟ أنا آسفة ماما، سمعتك بالغلط وقت كنتي عم تحكي مع عمتي والسيد آركي. بس ما في شي من كل هاد صار، كل شي كان تمام اليوم، انبسطوا. عن جد؟ ايه عن جد اليوم جبنا علامة تامة والمقابلة ممتازة. والله عرفت، قلبي حاسسني انه جهدنا ما ممكن يروح على الفاضي. حاجتك بقى، كنت متوتر اكتر واحد عن جد. مو انا هي. لك صدقيني ماما، بس شو عن تسجيل الصوت؟ شو صار معكم؟ بصراحة الدكتور امان غير التسجيل كله، وقت شغلوا المقطع نيفيديتا انحرجت كتير وتغير لون وشها، كان لازم تكونوا هنيك وتشوفوا شكلها. عن جد مشتي اشوف شكلها. وانا كمان. طاير عقلي انه هيك صار. يا شباب بتوقع انه لازم نحتفل هلا، انا ما بعرف ليش بس حسني قلبي، لهيك انا طلبت الكيك قبل بوقت. عن جد؟ عن جد. برافو عليك دكتور نيل، الف مبروك. مبروك مدام راجيني. مبروك. خلينا نجهز مشان الحفله. طبعا يلا بسرعه. يا الله شو مبسوطه. انتوا ما بتعرفوا الحقيقه، غلطتوا غلطه كبيره كتير، بس جهزوا حالكم مشان تدفعوا ثمن اغلاطكم معي. انا نيفيديتا باسو ما بينلعب عليها، رح تندموا، بتشوفوا شو رح أعمل فيكم. أنا نيفيديتا باسو مو بهالسهولة هي بستسلم ولا بخسر. أنا ما خسرت بحياتي ولا رح أسمح لكم أني أخسر.
وشو استفدتي من صريخك وعياطك وجنانك هادني بدي التباسم؟ كيفك؟ منيحة؟ بعد ما ضليتي عم تتآمري كل الوقت وتخططي وتنفسي بلشتي تخسري؟ كأنك بلشتي تفقدي أعصابك شوي؟ ليكي أنا رفيقتك وكنا كتير رفقات أنا وياكي بزماناتنا، ما هيك؟ وباعتباري مرة مثلي مثلك فأنا فهمان كتير شو عم بتحسي وما بريدك تفقدي أعصابك. اتطلعي بحالك، ليكني واقفة قدامك وفي بتمك كتير حكي بس مو قدراني تحكي منه ولا كلمة، ما هيك؟ شو عملتي بحالك؟ لوين وصلتي حالك؟ انتي كنتي خالتها لسوهاني وكانت بتعتبرك مثل أمها، ما كان عندها أم بس كانت رح تعيش مع خالتها. انتي عملتي فيها هيك، انتي ملاحظة انك شوي شوي عم تخسري اللي بيحبوكي؟ شو كسبتي بالأخير قوليلي؟ ها؟ دائما كنت قلك لا تعملي هيك بحالك بس ما كنتي تردي. ياما شرحتلك، وعلى فكرة مع اني كنت زعلانة منك بس مع هيك شرحتلك كيف تكسبي قلوب الناس ومحبتهم. تعبت معك كتير، ما خليت طريقة لفهمك شو تعملي وشو ما تعملي. نيفيديتا حتى أنا غلطت، خليني أعترف لك أنا كنت أكرهها كتير لراجيني، وما كان بدي نيل وراجيني يكونوا مع بعض أبداً، وعملت جهدي لفرقهم بس نسيت أنه من زمان كان نيلي يحبها كتير وكان مبسوط معها لأن أم ولاده، وبالأخير استسلمت لرغبة أخي وبحبه يكون سعيد ولأنه أنا أخته الوحيدة ومن أكتر الناس اللي بتحبه. أنا بنبسط وقت هو بينبسط، أما إذا كان زعلان بكفي، ما رح قلك شي تاني لأن اللي بيحب التاني بيتخلى عن أنانيته. كنتي تقولي بحبه لنيل وما بدي أخسره، أنا بحبه لنيل، ما فيني أتخلى عنه، ما فيني أعيش من دونه. شو هالحب المدمر ها؟ بعمري بحياتي ما شفت حدا بيحب التاني بيقوم بيسعى لتدمير حياته. أنا بعرف اللي بيحب بيفرح لفرح حبيبه مو بينزل فيه تدمير وتكسير. أنتي حد اللي عملتي، والحب مو هيك. عرفتي الفرق بيناتنا يا أستاذي هلأ؟ ها؟ لك كيف بيخطر عبالك تصيري مثلي؟ شوفي لأي مستوى وصلتي حالك يا حلوة. لك أنتي مو مستحية من الشي اللي عملتيه معه؟ ما بتستحي لما بتطلعي بالمراية؟ بشرفي كنتي بزمانك صبية حلوة بس هلأ اطلعي شوفي حالك قديشك صايرة مقرفة وبشعة، وشك عم بينقط سم. لك مانك حاسة؟ شو هالمستوى اللي حضرتك وصلتي له؟ شو هالطريق اللي نسيتي فيه كرامتك وتعليمك؟ لك البنت المحترمة ما بتنزل لهون. انتي اللي وصلتي حالك لهي المرحلة، حاولتي تبعدي الكل عنك حتى صفيتي لحالك مثل الوحدة المزلولة. تقدري تنفشي وتضربي راسك بكل حيطان البيت وتعصبي وتجني قد ما بدك لأنك فقدتي عقلك، فقدتي روحك. لو بتوقع أنك تعديتي مرحلة الجنان من زمان، روحي روحي عيشي حياتك لحالك. ما بظن بقى حدا مستعد يتقبلك ولا يتحملك لأنه ما ضل ولا حدا صفيان من اللي حواليك بيحبك، بس أنت خسرتي الكل، حتى سوهاني خسرتيها. ما بدي اسمع منك شيء، بس بدي ترجع لي مصاريي وهلأ. اسمع حبيبي، رح تاخذ مصاريك على دوز بارا، وقت بتجيب مصاري رفيقك رح تاخذ المبلغين بدوبلين. لا تخاف بنوب، روق لي اعصابك، مو سمعان انه الصبر مفتاح الفراغ؟ ما بدي اي ارباح منك، وما بدي دوبل مصاريي، بدي مصاريي هلأ تخلق لي اياهم من تحت الارض، مو على كيفك. انا قلت لك من قبل مصاريك رح يدوبلوا بعد ما تشغلهم فترة منيحة، كيف بدي اعطيك 3 ملايين روبية يا عيوني؟ حبيبي يا أما بتنتظرنا شوي يا أما أنسى، ما عنا وقت. سمعت شو قالها؟ بدي مصاري ولا تخليني أعمل معك شي اندم عليه. عنجد ليك ليك اطلع فينا كيف خفنا. جنة هذا اطلع ما في شي بيضحك، واضح أنت ما بتعرف شو ممكن أعمل فيك أبدا، مشان هيك أحسن لك ترجع لي 3 ملايين روبية أنا عم حذرك ها، وإلا رح تندم. لا تهدد ولا مصاري كاش ما معنا هلأ، بس إيه منيح انك اجيت لتسمع، فتح اذنك، مصاريك راحوا، وهلأ إذا بدك تحافظ على روحك، تحرك وروح من وشي فورا. روح أحسن ما نقتلك وندفنك بأرضك، مثل ما أنت بنحفر لك وبتصير بالباي باي، يلا.
يلا 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 شو مفكرين حالكم انتو؟ ما رح تنفذوا، رح خبر الشرطة عنكم وقول لهم كيف سرقتوني. انتو جماعة نصابين وحسابكم عندي. بالله رح تروح تخبر الشرطة؟ يلا خليني شوف، معك موبايل؟ ورجيني. مو مشكلة أنا رح دبر لك، عطيني خود وهي تليفون، خود وحاكي الشرطة. يلا ولا حيوان خرجة. انت حمار شي لحتى تتصل بالشرطة ولا بدك تشتكي؟ ما رح نعلمك كيف تشتكي وكيف تبتكي. انا بورجي كواطي. بدك يرجعوا لك دبل مو سنترو معلم سنترو. يا ربي أراف عم ياكل قتلي منه. طيب الشرطة ما هي تعب بسرعة. ايه رح اتصرف. يلا يلا باي. والله 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 شو لا شو لد؟ وقف! اتركه! قلت لك اتركه! حاش تضربوه! أعرف انت منيح؟ شفت؟ اجى الثاني ياكل قتلة مع رفيقه. اجيك ليش بترجاك روح؟ روح ما في شي رح يصير أعرف. استنى! ما بدنا المصاري، خلي كل المصاري معك، بس خلينا نروح. خلينا نروح. لا لا هذا مفكر فوت الحمام مثل طلوعه. يا أخي عم يقول لك ما بده المصاري مشان يروح ويشتكي علينا. ما بدنا المصاري بس لا تضربوه. لا! بعدوا عنا حاجة! كيف بتسترجي تمد ايدك عليه؟ منو انت؟ انا اخوه لأراف الكبير، لازم تواجهني قبل ما تضربه. روحوا له. شو عم يصير؟ ليكن هدول هن. تحرك خدوهم. منيح انك اجيت، انا اللي اتصلت فيكم. هدول النصابين اللي عم ينصبوا على العالم. شحطهم لبرا. حضرة الشرطي، هذا اخي، هدول الزعران اللي نصبوا عليه بثلاث ملايين. شكرا يا اخي انك خبرتنا عنهم، وبالتحقيق ببين معنا وين المصاري، وبس بين من خبرة. بس قبل كل شيء لازم تجي معنا على مركز الشرطة مشان نعمل الإجراءات اللازمة. أنا رح أجي معك سيدي، منروح على المركز ومنكفي الإجراءات. يلا تفضل. بشو عم بتفكر؟ شو قلتي؟ قررت ترجع على أمريكا ولا شو؟ لا لسه ما قررت شي، بس بما أنه ما حدا فيكن طلب مني أني ضل هون، فشو الفايدة من قاعدتي؟ مين بتقصد بحكيك؟ شو قلتي؟ مين بقصد بحكي؟ بام 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 قالت لي أنه رح تضل هون بالهند وما رح ترجع أبدا. يعني بام قررت تستقر مع أركي؟ ما بعرف، الظاهر يمكن لهلأ ما قررت. طالما هي بتعرف اني عم بنتظر منها تطلب مني ضل معها، ليش ما عم تطلب؟ قديش عنيدة هي المرة. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.